اهلا بيكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. انا عايزه اقول لكم ان من اكتر الشكاوي اللي هتسمعوها من ناس حواليكم هي شكوى القولون العصبي، وللاسف في ناس كتيره لما بتبتدي ان هي تفوق للموضوع شويه وتبتدي تتواصل معانا وتتكلم معانا بتكون وصلت لمرحله الورم او لا قدر الله السرطان في القولون. طيب خليني اقول لكم ان بيزد على الستاتستكس والاحصائيات بتقول انه الورم الاكثر انتشارا في الدول المتقدمه وخاصه في الرجال. عشان كده النهارده احنا هنتكلم في السجمنت بتاعتنا والفقره بتاعتنا على حكايه القولون العصبي من البدايه. هنتكلم على هل هو جيناتيك وراثي ولا حاجه مكتسبه؟ هل انا ممكن اعمل حاجه زي الوقايه علشان الموضوع ما يتفاقمش مني ويوصل لمرحله ورم او سرطان، ولا برضو دي حاجه اي كانت كنترول ومش تحت سيطرتي؟ كل ده هنتكلم عليه بالاضافه الى طرق العلاج. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الكبيره الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، استاذ دكتور عبد الفتاح الشيخ. اهلا بحضرتك. أستاذ جراحة الأورام بجامعة الأزهر، استشاري جراحة الأورام وجراحة المناظير. أهلا بيك يا دكتور ومنور شاشة إكسترا نيوز. أهلا بيك. أول حاجة بقى يا دكتور، في ناس لسه بتشوف إن الاهتمام بالقولون العصبي ممكن يكون ليه حد أقصى، يعني ما جيش مثلا للدكتور واتكلم معاه غير لما وصلت لمرحلة التشخيص ورم أو سرطان في القولون. خلينا نقول في الأول على عواقب إهمال هذا المرض. تمام. هو إحنا إزاي بنشخص قولون عصبي؟ القولون العصبي مرض بيشخص بعد استثناء كل الأمراض العضوية. أوكي. ماشي، يعني لازم نستثني إن وجود أي التهاب في القولون، أي أورام في القولون، أي مشاكل في الشرج. ماشي. تمام. كل دي هتؤدي الى اعراض. ماشي، ما اقدرش اوصم حد او شخص او عضو انه عصبي. أوكي. الا اذا كان فعلا عنده مظاهر عصبيه بدون سبب. ماشي، فاذا كان سبب، في سبب مش هيبقى عصبي. فدي المشكله اللي بتقابلنا، ان يبقى في امراض موجوده وممكن هي اللي مسببه كل الاعراض اللي موجوده في القولون، والمريض او حد متوهم ان القولون عصبي. القولون العصبي لا يشخص الا بعد استثناء كل الامراض العضويه من القولون، بدايه من التهابات، من تقرحات، من اورام، وكمان اثبات ان مفيش اي امراض في مثلا في الشرج، ودي اشهر حاجه واسهل حاجه ممكن تتشخص. يعني احنا بنلاقي مريض بيعاني من شرخ شرجي، وهو حاجه بسيطه جدا ممكن تتعالج بسهوله، لكن عنده امساك وعنده انتفاخات وعنده لخبطه في البطن، وهو عايش حياته ان هو قولون عصبي. تمام. هو مش عصبي، القولون العصبي بيختلط عليه الامر من الاعراض او سيمتومز. كلنا فاهمين ان ما ينفعش اقول على شخص او حاجه ان هي عصبيه الا اذا كانت بتتصرف كده في عدم وجود حاجه تعصبه. صح. ماشي، طب اذا القولون فيه مرض ما يصحش اوصمه انه قولون عصبي. تمام. ده هو فيه مرض، واذا اتعالج هيرجع لطبيعته زي الشخص العادي، اذا شلت كل الضغوط مش هيبقى عصبي. صح. فالقولون العصبي لا يشخص الا بعد استثناء كل الامراض العضويه، بدايه من الالتهابات، مرورا بالتقرحات، وصولا الى الاورام. طيب هو مريض القولون العصبي هو الاكثر عرضه لسرطان القولون؟ ملهمش علاقه. ملهمش علاقه. بس هو الحقيقه مشكلتنا انه قد يعيش فتره طويله. اوكي. وهو ظنا منه ده قولون عصبي وهو عنده حاجه ثانيه. ظنا منه على اساس الاعراض يا دكتور، ولا ظنا منه على اساس سوء تشخيص من الطبيب المختص؟ لا، على اساس الاعراض. بصي حضرتك، احنا الانسان يقدر يعالج نفسه يومين ثلاثه كده. ماشي. مسكنات بقى وكل الكلام. اذا كان مثلا جات لي شويه وجع واخدت حاجه راحت اقدر اعمل كده. اذا ما اتحسنتش لازم اروح لطبيب. اسبوع 10 ايام ما اتحسنتش لازم اكون بعمل فحوصات. ما يصحش ان انا اعيش حياتي متشخص بقولون عصبي سنين او سنه او اكتر وهو مش كده. تمام. ماشي، بناء على بس مجرد شكوى؟ لا، اذا يومين ثلاثه انا ما خفتش بروح لطبيب. اذا هو اسبوع 10 ايام انا ما اتحسنتش بيبدا بالفحوصات اللي ممكن بمنظار او بمقطعيات لحد ما نوصل للتشخيص. طب يا دكتور، لو عملنا لسته كده باسباب سرطان القولون، يعني في ناس هتقول هو انا ممكن ابقى انا كانديديت او انا اكثر عرضه، طب في حاجه انا بعملها في حياتي اليوميه، ولا الموضوع جيناتيك وراثي؟ الموضوع اساسه ايه بالظبط؟ اسبابه ايه؟ الموضوع الاثنين. ماشي. جينيتيك وراثي. اوكي. ماشي. علاوه على الحاجات الاخرى اللي هي نجمعها كده في هو نوعيه الحياه. تمام. اللايف ستايل اللي احنا عايشينه. الوراثي مهم، لكن هو بيمثل 20 ل 25% من حالات اورام القولون. طب ليه بنقول دايما الرجال اكثر عرضه؟
زي ما انا قلت في الانترو، او يمكن الاحصائيات بتقول انه ممكن يكون هما بنسبه اكبر شويه اكثر عرضه للاستقرار. هي الرجال اكثر عرضه من السيدات في اورام القولون. هي بنسبه يعني 1:1 لواحد واثنين من عشرة مقابل الستات، يعني أوكي. كل 12 راجل 10 ستات، او كل 11 راجل 10 ستات. فاذا هو الستات مش ما عندهمش مناعه، موجود في الاثنين، الرجاله اكتر شويه بالنسبه البسيطه اللي انا قلتها دي. اللي هو مثلا كل 12 راجل يجي لهم 10 ستات يجي لهم، تمام، بس مش اكتر من كده. فاذا هو موجود في الاثنين، في الرجاله والستات. لو رجعنا قبل ما نتكلم على جزئيه الاسباب، انا عايزه اوري مشاهدينا الصوره التشريحيه للموضوع. تمام، احنا لو بنتكلم على القولون عشان نبقى عارفين هو ايه اللي بنتكلم عليه. أوكي. ده الجزء الاخير من القناه الهضميه، يعني هنبدا بالفم ثم المريء ثم المعده ثم الامعاء الدقيقه بمكوناتها الثلاثه. تمام. ثم القولون. القولون بقى فيه جزء يعني بنقسم لاربع حاجات، لقولون صاعد ومستعرض، لكن احنا جراحيا القولون الايمن والايسر والمستقيم. تمام، ماشي، دول اللي بيفرقوا معانا في الاعراض وبيفرقوا معانا في العلاج وبيفرقوا معانا كل حاجه. يعني هو ده التقسيمه التشريحيه، لكن في العلاج والاعراض هو الايمن والايسر والمستقيم. تمام. دي صوره كان الاول كان القولون العادي خالص، الشكل الطبيعي العادي خالص. آه. وده طبيعي، بس زاد فيه كتله صغيره جوه القولون. حضرتك ملاحظه قد ايه هو انبوبه. أوكي. عضليه مش صغيره، كبيره، واسعه، تسع لحد ما يبقى الورم حجم كبير. فاذا يجب ان احنا نبدا باعراض من بدري، ما نستناش ما تبقى حاجه تسد القولون وتعمل لنا مشاكل. طب بقيه الاسباب بقى يا دكتور عبد الفتاح؟ بقيه الاسباب، الجينات قلنا حاجه مهمه جدا، تمثل 23%، والجينات دي مش حاجه واحده. أوكي. دي كذا، دي اكتر من حاجه، ومهم جدا ان احنا نشخصهم ونعرفهم. يعني في مثلا وراثي ومصحوب بنتوءات او بزوائد، ده مهم جدا. تمام، ماشي، لان العيله كلها لازم يبقى عندها فحص مبكر ويعني بروتوكول للتشخيص المبكر. وفي كمان وراثي لكن مش مصحوب بزوائد في القولون. مشكلته انه تشخيصه مش سهل زي الاولاني. أوكي. الاولاني اول ما نلاقي زوائد يعدوا 100 يبقى نقول ده خلاص، ده وراثي والعيله دي كلها معرضه ولازم يعملوا منظار من سن 25. الثاني ما فيهوش ده. تمام. لكن بتشخص بعده عوامل، منها ان هو اكثر من واحد في العيله قبل سن 45 معاهم اورام ثانيه ليها كرايتيريا واضحه. تمام. ماشي، اذا كان كده لا، ده بنبقى عارفين ان العيله دي كلها يعني فيها عرضه خطيره ولازم بروتوكول لازم يعملوه. اللي مش وراثي بقى، اللي مش وراثي اهم حاجه هتيجي في بالنا اكيد الاغذيه. اكيد القولون ده جزء من الجهاز الهضمي او من القناه الهضميه اللي اكيد بتتاثر بالمغذيات. تمام، ماشي. فالمغذيات اول حاجه نتكلم عن الاول نوعيه الغذاء. النظام الغذائي، بس قبل ما اتكلم على النظام الغذائي انا عايز اعرف ده الشكل اللي مش طبيعي ده ما بدانا فحوصات وعملنا منظار قولون، بصينا بص على القولون من جوه. اوكي، ماشي، بان لنا بقى في جزء في طرف الصوره ده الغشاء المبطن السليم. أوكي. الجزء اللي في الوسط ده ظهر كتله او ورم في القولون. تمام، نرجع بقى للنظام الغذائي او طريقه اكلنا او الاغذيه عامه. طريقه اكلنا اول حاجه نوعيه الاكل. ماشي، اللحوم الحمراء هي من الحاجات الوحشه جدا. أوكي. والمسببه لاورام القولون. نحاول نقنن من استهلاكها. حضرتك قلتي في الانترو يعني معلومه مهمه جدا ان هو اكثر عرضه في الغرب. تخيلي الفروق ما بين في الاحصائيات ما بين الغرب وافريقيا بتوصل الى 50 ضعف. أوكي. قد يكون اورام القولون في اوروبا وشمال اوروبا 50 ضعف اكثر من وسط افريقيا. تمام، ماشي، لان كان يقال ان الافارقه ممكن ما يجيلهمش اصلا اورام قولون عشان النظام الغذائي المبني على الاعشاب والنبات. تمام، ماشي. ده اتغير فتغيرت المقوله. طب انا عايزه يعني انا عارفه ان بتتعدد الاسباب، واحنا عايزين نعرف برضو نجامب للجزئيه المهمه العرب اللي الناس كلها عايزه تعرفها. طب انا دلوقتي اتشخصت وعندي سرطان القولون، هعمل ايه؟ اول ستيب ايه؟ طيب خلينا الاول اقول له ايه الاعراض اللي لازم تبقى يعني واخد بالك منها. تمام. ومركز عليها. احنا قلنا حالا ان القولون جراحيا بنقسمه الى الايمن. أوكي. اليمين. والايسر. أوكي. والمستقيم. كل واحد فيهم بيجي باعراض، يا اما اعراض مزمنه، ماشي، عرض يعني بيبدا معاه بالراحه كده وما هوش عرض حاد. تمام. او يجي بعرض حاد. القولون الايمن ده الجزء الاوسع من القولون. المريض بيجي بانيميا، عم بيخس، مش عارف يخس ليه، انا ليا شهور بخس وحاسس ان تعبان وهزلان لكن مفيش عرض حاد. ماشي، ده القولون الايمن. ساعات يجي بصوره حاده تشبه الزايده تماما. ماشي، والنصيحه بقى اي حد اعراض زايده في سن عدى 45 او 50 نحط ورم القولون في الحسبان. ونصيحه لو بدا عمل الزايده بالمنظار او الجراحه بدات بالمنظار. تمام، عشان ما يبداش يعمل زايده هو متخيل هي زايده عاديه خالص وما تبقاش كده، يبقى فاس مختلف تماما. مختلف تماما. ماشي، يبقى ده القولون الايمن. تمام. العرض يا اما عرض بيبدا بمنتهى الخبث اسمحي لي وبالراحه خالص وما بيحسش غير ان هو بيخس اعراض يعني أنيميا. مش حاده بيخس وانيميا. طب الايسر بقى يا دكتور؟ الايسر هو اضيق شويه، فالاعراض بقى هي الامساك، الانتفاخات،
بيحس ببطنه مش مش مش, مش يعني في دهبات في البطن ماشي. دي الاعراض اللي هي المزمنه ماشي. امساك بيروح ويجي لكن هو لازم يلاحظ انه بيروح ويجي ومع الوقت بيزيد. يعني لازم يلاحظ برضو الجزئيه دي. انا عايزه اقول انه هو مش ثابت. انا بعمل كنت بعمل كل ثلاثه، بعمل كل اربعه، بعمل كل خمسه والحده بتزيد وبقى معاه انتفاخات في البطن وقد يتخلل نوبات الامساك اسهال كذا. طب انا عايزه بقى وعد من حضرتك يا دكتور ان احنا نعمل سيجمنت كامله وفقره كامله نتكلم فيها باستفاضه عن طرق العلاج، لان للاسف الوقت خلص وان شاء الله الحديث بقي. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني. بشكر استاذ دكتور عبد الفتاح الشيخ، استاذ جراحه الاورام بجامعه الازهر، استشاري جراحه الاورام وجراحه المناظير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الفتاح، نورتني. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله. اهلا بكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. انا عايزه اقول لكم ان من اكتر المشاكل اللي ممكن تهدد اي علاقه زوجيه هي مشكله سرعه القذف. يمكن معظم الناس ما تبقاش عارفه السبب الاساسي او الرئيسي للموضوع، روتس الموضوع منين بالظبط، بس في عوامل معينه ممكن تكون بتزود المشاكل اكتر. تباطؤ في الهرمونات، العوامل النفسيه، الانفايرمنت او البيئه اللي الشخص موجود فيها، كل ده هنتكلم عليه وهنعرف اسبابه وطرق علاجه اكتر. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، استاذ دكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، دكتوراه أمراض الذكورة وجراحات المسالك البولية، مدرس بكلية الطب جامعة طنطا، زميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بإنجلند، زميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بإنجلترا، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية. اهلا بيك يا دكتور خالد ومنور شاشه اكسترا نيوز. الله يخلي حضرتك، شكرا جزيلا. اول حاجه بقى يا دكتور نعرف المشاهدين التوبيك اللي احنا بنتكلم عليه او موضوع الفقره النهارده، وهو مشكله سرعه القذف. عرفنا بالمشكله دي. تمام. بدايه احب اشكر حضرتك جدا ان احنا خدنا الفرصه دي ان احنا نتكلم على موضوع سرعه القذف، وده لانه موضوع مهم جدا ومنتشر. الموضوع ده انتشاره بحوالي من 20 ل 30% من الرجال بيعاني من سرعه القذف، وانا ظني ان الانتشار الموضوع ده اكتر من كده كمان، لان المريض ساعات بيخجل ان هو يروح للدكتور يشتكي من حاجه زي كده. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان الموضوع ده بيأثر على حياه المريض جدا، بيأثر عليه وبيأثر على زوجته، بيعمل مشاكل كبيره جدا لما بيبقى سيفير او درجه عاليه من درجات سرعه القذف، بيأثر عليه في حياته في شغله، فموضوع مهم جدا. نيجي لسؤال حضرتك بالنسبة للتعريف، هو في تعريفات كتيرة موجودة في الليتريتشر أو في الأبحاث العلمية. التعريف الأولاني بيقول إن سرعة القذف هي نزول السائل المنوي قبل أو بعد دخول العضو الذكري بحوالي 2 لـ5 دقائق. أوكي. التعريف الثاني وأنا أميل لهذا التعريف بيقول بيربط سرعة القذف بمدى رضا الزوج والزوجة من العلاقة الزوجية. تمام. وأنا بميل لهذا التعريف. يعني لو الوقت بتاع نزول السائل المنوي دقيقة بس الزوج والزوجة مبسوطين من العلاقة، خلاص ما بينطبقش عليهم تعريف سرعة القذف. لو الوقت 3 دقائق أو 4 دقائق وهما الاثنين بيشتكوا بينطبق عليهم تعريف سرعة القذف. بس أعتقد أن الموضوع لازم يكون مثبت بمعايير علمية أكتر طبعاً. ما هي عوامل نفسية ما بين الزوج والزوجة. طبعا لازم يحصل تقييم كامل للزوج، والزوجة كمان ممكن تحضر الجلسات دهيت. أوكي. لازم يبقى فيه هيستوري أو ناخد التاريخ المرضي بتاع المريض بالتفصيل، نعرف فيه مشاكل نفسية ولا لأ، نكشف على المريض برضو نعرف فيه التهابات موجودة أو أسباب عضوية موضعية تسبب سرعة القذف ولا لا. بنعمل بعض الفحوصات برضه عشان نطمن ان مفيش سبب معين يؤدي الى سرعة القذف، وبعد كده بنبدأ نناقش خطة العلاج بتاعتنا. طب احنا عايزين نقف عند جزئية التشخيص، ازاي تمام. بيتم التشخيص يا دكتور؟ هو كقاعدة عامة في كل امراض الذكورة التشخيص بينقسم الى قسمين، القسم الاولاني التشخيص الاكلينيكي. أوكي. والقسم الثاني هو الابحاث سواء تحاليل او اشعات. تمام. بالنسبة للتشخيص الاكلينيكي زي ما قلت حضرتك لازم ناخد تاريخ مرضي مفصل من المريض. البيشنت هيستوري كله. كله بالكامل، السكشوال هيستوري كمان، الباست هيستوري، هل عمل عمليات قبل كده، بياخد علاجات معينة، أدوية معينة، يعني هيستوري ان ديتيلز بالتفصيل.
تمام. بعد كده بيجي حاجة مهمة جدا اللي هي الفحص الإكلينيكي، لازم نكشف على المريض لأن في ناس كتيرة ما بتكشفش على المريض. ساعات بيبقى في سبب موضعي، التهابات في مجرى البول، التهابات في البروستاتا، في ناس بتقول إنها ممكن تسبب وناس بتقول لا، يعني في خلاف في النقطة دي. أوكي. بس anyway لازم يبقى في فحص إكلينيكي كويس للمريض. ده بالنسبة للناحية الإكلينيكية. الجزء الثاني في التشخيص هو الأبحاث، الأشعات والتحاليل. في تحاليل بسيطة جدا بنطلبها بس عشان نطمن ان مفيش التهابات في مجرى البول. أوكي. او التهابات في البروستاتا تكون هي potential cause، يعني او سبب يؤدي الى سرعة القصف، لان العلاج في المقام الاول هو علاج السبب. طب احنا دايما بنتكلم على العلاج، وقبل ما نتكلم اكتر على الطرق الجديدة في العلاج وازاي مركز مصر للذكورة بيتميز بطرق جديدة في علاج هذه المشكلة، دايما بيبقى في شق نفسي للموضوع. تمام. يعني بقول في مشكلة عضوية او شق عضو في الموضوع، ممكن يكون في خلل نفسي، انا عملت كل التحاليل وعملت كل حاجة ومفيش سبب يذكر يتقال ان لا المشكلة بسبب ده السبب الرئيسي. فعلا. اتعامل مع المريض ازاي لو احنا اكتشفنا من خلال الهيستوري ومن خلال الفحص الاكلينيكي ان السبب نفسي، ان العيان بيعاني من توتر شديد او قلق او علاقته بزوجته فيها مشاكل، بنوجهه للسايكوسيكشوال ثيرابيست، يعني دكتور متخصص في العلاج النفسي عشان يحل النقطه دي. وفعلا في شق كبير من العيانين بيكون المشكله عندهم نفسيه مش عضويه. يعني طب ايه بقى ممكن يا دكتور خالد ان احنا نقسمها لتو جروبس او مجموعتين كده، الطريقه التقليديه اللي كان بيتعالج بيها مشكله سرعه القذف واللي بيتميز دلوقتي بيها الطرق الجديده اللي موجوده في مركز مصر للذكوره مساهمة بقى في حل المشكلة دي؟ أنا بشكر حضرتك على السؤال ده فعلا ده الكور بتاع الحلقة، ودي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها، إن العلاج عبارة عن تو مين كاتيجوريز، شقين كبار. الشق أوكي. الأول علاج تقليدي كل الناس عارفاه، زي الإقراص اللي بالفم، الـ SSRI أو Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. دي أدوية معينة بتأخر القصف لفترة معينة بس ما بتجيبش نتيجة مرضية مع كل الناس. العلاج التقليدي التاني هي العلاجات الموضعية، سواء كانت كريمات أو رش بخاخ أو حاجات زي كده. دي حاجات بتقلل الإحساس بتاع الجلد بتاع العضو الذكري وبالتالي تؤخر القصف. تمام. دي العلاجات التقليدية بيجيب نتيجة مع بعض الناس، بس في شق كبير، في شريحة كبيرة من المرضى ما بتستجبش للعلاجات دي. النقطة التانية الجديد اللي احنا بنقدمه في مركز مصر للذكورة، أنا شرفت بأن أنا عملت أبحاث كتيرة في الفترة اللي كنت فيها في إنجلترا على موضوع سرعة القذف، منهم بحث هنعرضه على الشاشة كمان شوية. أوكي. في نيو لاينز يعني أوف مانجمنت، في اللي احنا اشتغلنا عليه حقن موضعية بتتحقن في نقط معينة. ده الريسيرش يا دكتور. ده الريسيرش اللي احنا عملناه. بيتكلم على البريماتور إيجاكيليشن. إن جنرال تشالنج نيو أند أولد كونسبتس، الحاجات أوكي. الجديدة والقديمة. فالجديد في الموضوع حقن موضعية بتتاخد بطريقة معينة بجرعة معينة، بنعمل تايتريشن للدوز وبتتاخد الحقن دي أولترا ساوند جايدد، يعني بنعمل سونار نشوف بالظبط النقطة اللي نحقن فيها وبنبدأ نحقن الجرعة المناسبة للمريض المناسب. تمام. اللي احنا لقيناه الحقن دي آمنة جدا، فعالة جدا، بتزود الوقت بتاع المريض حوالي 3 أضعاف، يعني اللي كان الوقت بتاعه دقيقتين بيبقى 6 دقايق، 3 دقايق بيبقى 9 دقايق، ودي نتيجة ممتازة جدا. النقطة برضو اللي انا عايز اوصلها ان العلاج الجديد بتاعنا دوت مفيد في نوعين، mainly two types of patients، يعني في نوعين أساسيين من المرضى. النوع الأولاني newly married اللي هو حديث الزواج. تمام. لأن في أول الجواز بيبقى الإثارة قوية جدا، فبيحصل قصف سريع جدا، حتى ساعات بيبقى قبل الدخول. أوكي. دي مشكلة كبيرة. النوع الثاني الناس اللي عندهم درجة كبيرة عالية جدا من درجات سرعة القصف، يعني بيحصل حتى لو هو مش newly married ممكن يستفيد جدا من اللاين الجديد. فدول النوعين الأساسيين اللي ممكن يستفيدوا من العلاج الجديد بتاعنا. طب ده يعتبر لاين جديد دكتور خالد. تمام. احنا عندنا المشكله ان احنا كبيشنتس او كمرضى الموضوع هيبقى حسب الريسبتيف، ان انا دلوقتي كبيشنت انا بشوف لاين اوف ميديكيشن جديد او طرق علاج جديده، هبقى خايف ان انا ابقى فارض تجارب. طب ما انا امشي ورا الناس ورا الصيدلي ورا الحاجات اللي هي الموضوعيه ورا ورا ورا، رايك في الجزئيه دي؟ القصه كلها ان انت تروح لحد متخصص. حد امين ومتخصص. ما دام رحت لحد امين ومتخصص خلاص هو هيعمل لك الصح. يعني احنا ما بنحولش المرضى على اللاين الجديد ده مباشره، احنا بنقيم العين كويس، بنشوفه خد علاج العلاجات التقليديه جابت معاه نتيجه ولا لا، بنشوف هل في سبب، في بوتنشال كوز للمشكله دي، عنده التهابات، عنده مشكله نفسيه. بنعالج الاسباب اولا، بنقيم العيان كويس، ولما نتاكد بنسبه 100% ان هو كانديديت للعلاج الجديد بنبدا نديله علاج جديد. الميزه في العلاج الجديد ان هو فعال وامن، يعني حتى لو المريض ما عجبوش النتيجه بتاعه العلاج وانا يعني استبعد هذا، حتى لو حصل العلاج ملوش اي اثار جانبيه، ما بتعبش المريض في اي حاجه، فما فيش منه اي مشكله يعني. وانا متوقع ان العلاج ده خلال
الايام او الشهور القليله القادمه هينزل في الجايد لاينز، يعني هيبقى الستاندرد. ستاندرد بالظبط كده. طب احنا ممكن نقول ان شريحه كبيره من الناس ممكن تستفيد من النيو لاين اوف ميديكيشن، ولا هيبقى عندي ناس استثنائي جدا او الموضوع اكسبشنال جدا بالنسبه لهم ككيسز مرضى السكر عندهم مرض معين مصاحب للمشكله دي مش هينفع اللاين اوف تريتمنت ده معاهم؟ لا، هو زي ما قلت حضرتك هو علاج بسيط، حقن موضعيه بتتاخد بالسونار، مفيش منه مضاعفات، وبالتالي مفيش استثناءات، مفيش كونترا انديكيشن للعلاج ده، يعني مفيش مريض اقول لا لو خد العلاج ده يحصل له مشاكل. لا بالعكس، يعني هو يصلح لكل المرضى، بس هي النقطه ان انا اختار العلاج المناسب للمريض المناسب. يعني لو مريض الوقت بتاعه كويس وبيستجيب كويس جدا للعلاجات التقليديه الاقراص والحاجات الموضعيه، مفيش مشكله ان هو يكمل على نفس العلاج، فاحنا نختار المريض المناسب. يعني دي جزئيه البيشنت سيلكشن وهنتكلم عليها ان شاء الله باستفاضه في فقرات اخرى. انت نورتني وشكرا جدا لك. الله يخلي حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. بشكر استاذ دكتور خالد حافظ استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، دكتوراه امراض الذكوره وجراحات المسالك البوليه، مدرس بكليه الطب جامعه طنطا، زميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بانجلترا، زميل كليه الجراحين الملكيه بجلاسكو بانجلترا، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحه المسالك البوليه. مشاهدينا من خارج مصر للتواصل مع مركز مصر للذكوره عن طريق ابلكيشنز فايبر واتساب على الارقام المبينه على الشاشه. بشكرك مره اخرى دكتور خالد. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، أشوفكم على خير إن شاء الله في رعاية الله. اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز، ومكملين معاكم سلسله الحلقات المتعلقه بمشاكل تاخر الانجاب والحمل. والنهارده احنا دايما بنقول لكم الحقن المجهري، نسب نجاح الحقن المجهري، ازاي نقدر نزود من نسب نجاح الحقن المجهري، اللي ممكن نكون بنعمله غلط علشان بنبوظ البروسيس تماما. النهارده هنتكلم على البوست حقن المجهري، ما بعد الحقن المجهري، وايه المشاكل اللي ممكن نقابلها بعد البروسيس دي او بعد العمليه اللي احنا هنعملها دي. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الكبيره الموجوده معايا النهارده في استوديو دي دكتورز، دكتور عبد اللطيف سويلم استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري، رئيس مجلس اداره مستشفى نور الحياه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. اول حاجه يا دكتور، احنا دايما بنكلم الناس عن جمال الحقن المجهري وقد ايه هو فعلا بقى امل لستات كتير جدا جدا، واتكلمنا وقلنا باستفاضه ازاي البروسيس بتتم. ما بعد الحقن المجهري يتوقعوا ايه، وايه نوعيه المشاكل اللي ممكن يقابلوها؟ هو يعني انا علشان اتكلم على نوعيه المشاكل ما بعد الحقن المجهري هقسمها اذا حصل حمل او ما حصلش حمل. اوكي. ولكن قبل ما اتكلم على ده يبقى لازم الناس اللي داخل عشان تعمل حقن مجهري يبقى لابد يبقى في فحص كامل لهذه السيده. تمام. بمعنى انه مثلا ما يبقاش السيده دي اوبيز، يعني اوفر، بتعاني من سمنه مفرطه ليه؟ لانه انا هعالج مش هتاثر وانا بعمل حقن مجهري. تمام. يعني ممكن اعملها ومش هتاثر على النتائج، ولكن نفترض هذه السيده حصل حمل. تمام. بامر الله. معروف انه مشاكل الحمل بتزيد مع زيادة الوزن طبعاً. بتاع السيدة طبعاً. ايه هي المشاكل دي؟ ممكن الاجهاض المتكرر، بتزود نسب الاجهاض. أوكي. ممكن تؤدي الى ولادة مبكرة، ممكن تؤدي الى سكر حمل، ممكن تؤدي الى تسمم حمل. تسمم حمل مش يعني سم وجيدة، تسمم الحمل ده يعني ارتفاع في ضغط الدم. أوكي. مع تورم في القدمين، مع وجود زلال في البول. تمام. ده كله بنسميه تسمم حمل، ويأثر على حياة السيدة وحياة الجنين. تمام. ممكن يؤثر على نمو الجنين داخل الرحم. سواء كان بالزيادة أو بالنقصان. تمام. يعني يطلع وعيل كبير وزنه قوي، زيادة قوي او قليل جدا جدا. طب والوزن الزيادة ده يقول لك طب ما هو ده جنين كويس ومكلبص وحاجة جميلة كده. لا طبعا، لانه ده هيؤدي الى ولادة، مشاكل في الولادة. أوكي. وولادة بعملية، لها عملية قيصرية. او ولادة بما يسموه بالعدة. وده بالزبط. قد يؤثر على السيدة او يؤثر على الجنين نفسه يعني. تمام. وتعرضها او يتعرض الى هذه المشاكل. يبقى اذا لازم اصلح هذا
العيب بالنسبه للوزن. يعني انا بصلح الانفايرمنت من قبل ما يكون في حمله اصلا. لو عندها ضغط يبقى لازم اصلح الضغط. أوكي. لو بتاخد ادويه معينه لبعض الامراض المعينه لازم اشوف هذه الادويه ما دي هتأثر على الجنين وتكوينه في البداية وتشوهات طبعا. ولا لا يبقى لازم نعالج ده. تمام. لو عندها خلل في الغدة الدرقية يبقى لازم بالنقصان يا دكتور لما يكون مثلا نقصان أو زيادة. أوكي. تمام. ده يؤثر على نمو الجنين كنمو وكإجهاض متكرر وكولادة مبكرة. تمام. أو يؤدي حتى إلى تسمم حمل. ده كله لازم يتعالج في البدايه. تمام. بعد ده قبل ما اعمل خالص البروسس بتاعه الحقن المجهري. لانه هو الغرض ايه؟ انها تحمل. طبعا. ولما تحمل مش بس انها تحمل وتيجي تقول انا الحمل عندي بوزيتيف بس البيبي بقى في مشاكل عيل وتروح بيه بيتها بالظبط وسليم. بالظبط وسليم. دي اهم يبقى حاجة. لازم اكون معالج الاول كل هذه الامراض. اشيل كل الاسباب اللي ممكن تعمل لي مشاكل. بالظبط. واحده عندها القلب يبقى لازم اصلح حاله القلب بتاعها. أوكي. واحدة عندها سيول عيب في الدم كسيولة أو بعض أمراض الدم لازم ده كله يتصلح قبل ما أعمل الحقن المجهري وأثناء متابعة الحمل بعالج ده. طب يا دكتور بتختلف موضوع أجنة اليوم الثالث وأجنة اليوم الخامس والناس اللي بتقعد تقول لا أصل الخامس أحسن والثالث أحسن وأنا عملت قبل كده الثالث ونفع وده ما نفعش والموضوع باظ مني خالص، الموضوع ده بيفرق ولا لا؟ هو بص حضرتك بالنسبة لأجنة الحمل اللي هو أجنة اليوم الخامس نسب الحمل بتزيد. تمام. بالفعل يعني ولكن أجنة اليوم الثالث برضو فيها نسب حمل عالية جدا برضو. أوكي. الفرق بينهم ما هوش حاجة يعني مثلا ميجر مثلا مش هقول دي 40% ودي 70% بيبقى حسب إيه ده؟ ولكن الكيس مثلا حسب البيشنت هيستوري بتاعها مش على كده برضو يعني هو بيعتمد على طرق الزراعة والمعمل اللي انت شغالة فيه. أوكي. وهكذا يعني لكن الجنين ممكن تديني مثلا هقول 40% هنا في اليوم الثالث و70% في اليوم الخامس لا طبعا. لكن ممكن اقول في اليوم الثالث بيديني مثلا كامو 50 في اليوم الخامس ممكن يديني كامو 60. تمام. ماشي. تمام. يعني الفروقات ما هياش بسيطة فروقات جدا. بشعة. تمام. ولكن احنا برضو بندور على اي حاجة علشان تزودي نسبة الحمل بالزبط. في الحقن المجهري بالذات. ممكن الحقن المجهري يبقى سبب من اسباب انه يحدث حمل خارج الرحم. أوكي. وارد في نسبة من 2% الى يمكن حوالي 7% بيحدث هذا سواء كان بسبب الجنين او بسبب وضع الجنين لها نظريات كثيرة بس جدا بس مش بسبب الحقن المجهري. لا هو بيحصل اكسبشنال بس الناس بتكون عاملة اوريدي حقن مجهري بالظبط. يبقى لكن اللي انا عايز اقوله ما هو الحمل خارج الرحم بيحصل في الحمل الطبيعي. أوكي. وكلها نظريات اسباب ونظريات برضو في الحقن المجهري ممكن يحدث حمل خارج الرحم ودي لازم الناس تعرف كده وبرضو له نظريات لكن مش اسباب مؤكدة لكن بيحدث بيحدث بنسب بسيطه. في بيشنتس بيجوا لحضرتك يا دكتور يقولوا انا عايزه ضمان 100% ان انا هعمل حقن مجهري ويجي لي طفل سليم معافى ما فيهوش اي حاجه. لو انا عايز اعمل كده يبقى لابد ان انا اعمل تحليل وراثي لهذا الجنين. اوكي. والتحليل الوراثي ده بيتم ان انا باخد خليه من كل جنين وابعتها نعمل التحليل الوراثي. التحليل الوراثي ده بجهاز اسمه NGS ده بيديني يعني تحليل كل البريدكشنز اللي ممكن تحصل لكل الشريط الوراثي وكل الجينات اللي على الجنين. تمام. واقدر اقول ان الجنين ده سليم. ده بالعكس ده دلوقتي من مشاكل اللي احنا عندنا في بلادنا بنعتبرها ميزه هم هناك بيعتبروها عيب. انه انا بنقل هنا ثلاث اجنه واربع اجنه ممكن الاقي الثلاث اجنه حملت فيهم او الاربع حملت فيهم. تمام. او الاقي توأم وهي مبسوطه هنا بيتبسطوا يقول لك الله دي ثلاثه مش عارف بيبقى لود عليهم شويه كل حاجه كالكوليتد. ولكن كل ما عدد الحمل بيزيد الاجنه بيزيد والحمل بيزيد كل ما مشاكل الحمل بتزيد. تمام. هو هناك عايزين لما بينقلوا جنين واحد بس يعني انا لما أوكي. لما بعمل حقن مجهري للسيده
تمام. وتقول لي انت نقلت لي كام يا دكتور؟ او لا مثلا نقلت لك جنين او اتنين بس، ليه مش سبعه او ده بالظبط؟ لا طبعا هو مش لما زود عدد الاجنه يبقى هيزيد نسبه الحمل، مفيش حاجه عشان بيبقى كده. فعلا يعني نفسيتها بتبقى تعبانه وعايزه فعلا ايه ده من ضمن نظريات الفشل المتكرر في الحقن المجهري، ان انا انقل اجنه مش جيده، لانه الجنين اللي مش جيد بيمنع بطانه الرحم من استقبال الاجنه الصحيحه. تمام. فدي طبعا حاجه، دي نظريه من نظرته متصوره ومعموله ومنشوره. تمام. في بيبرز كتيره يعني. ايه المشاكل التانية اللي ممكن يقابلوها بعد الحاله المجهريه يا دكتور؟ الاهم حاجه عندي اللي هو فرط التنشيط، اللي هو ما يسمى الهايبر ستيميوليشن سيندروم. تمام. الفرط التنشيط ده مفيش مركز في العالم ما بيقابلش كده، ولكن مؤخرا احنا عرفنا ايه الاسباب بالظبط. دي زي هنقول حساسيه، فبدا العلاجات باستخدام بروتوكولات معينه للتنشيط، بحيث ان انا لو عندي 20 جنين او 25 جنين لا انا ما اخافش خالص بالظبط، ما نقلقش من حاجه زي كده، ولو حصل هيبقى مايلد يعني هيبقى ضعيف. الحاجه الثانيه والمهم ان انا الاجنه اللي بتطلع دي ممكن اجمدها علشان تديني نسبه حمل اعلى واستخدمها في الدورات التاليه، وبالتالي بتزود لي نسبه الحمل. دايما السيدات برضو دي حاجة مهمة جدا. السيدات بتقول ايه؟ بتقول الله هو انت مش هتنقل لي طازة؟ لا انا لما جمد هم عايزين الموضوع فريش شوية بالظبط، لما بجمد التجميد بزود نسب الحمل. الحديث بقية ان شاء الله يا دكتور الله. وانا بشكرك شكرا جزيلا ان شاء الله يا فندم. بشكر دكتور عبد اللطيف سويلم استاذ علاج العقم واطفال الانابيب والحقن المجهري رئيس مجلس ادارة مستشفى نور الحياة، بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. لما يكون عندك 20 أو 30 سنة ومش قادر تتحرك إلا بمساعدة غيرك بسبب السمنة، أو تكون في نفس السن في العشرينات أو الثلاثينات ومش قادر تطوف حوالين الكعبة إلا بكرسي متحرك برضو بسبب السمنة، مش قادر ترتبط بأي حد في علاقة زوجية أو تعيش حياة طبيعية برضو بسبب السمنة، يبقى في الحالة دي لو أنت عالجت السمنة انت مش هتعالج مجرد مرض، انت هتخلق حياة جديدة. ولو علاج السمنة لازم يكون بإجراء عملية جراحية، في الحالة دي لازم يكون في منتهى الحذر، لأن العملية هتكون شديدة الحساسية والخطورة، والخطأ فيه لا مكان له في هذه العملية. عشان كده هنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل وخطورة السمنة المفرطة مع الأستاذ الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. أهلا بك دكتور. أهلا بك. أنا لما شفت التقرير اللي احنا هنشوفه دلوقتي صراحة أنا اتفاجئت، مش بس المفاجأة كانت بسبب ان عدد الحالات ممكن يكون كتير، لا الشخصيات اللي بتتكلم، روح الامل اللي هما بيتكلموا بيها، انا شفت شخصيات مختلفة. فهنتكلم عن كل الحالات دي بالتفصيل، بس الاول تسمحي لنا نشوف التقرير ونستعرض بعض الحالات اللي تم اختلاف شخصيتهم بشكل كلي بعد اجراء هذه العمليات على يد الدكتور احمد السبكي، وبعدين نرجع نستكمل الحوار. يعني ما كنتش بقدر انام بسبب التوخ، اول ما كنتش باكل بس كنت فعلا كنت بحب الحلويات اوي. انا ما كنتش بقدر اتحرك، ولو بتحرك لازم حد يسندني، اقوم في نص الليل عند كرسي بتاع المصايف بفرد نفسي عليه، بكمل بيت النوم قاعد على الكرسي. كل اللي كان بيكلمني يدور لنفسك اعمل حاجه، ما تسيبش نفسك كده، انت لما تكبر مش هتعرف تكمل حياتك. كله بيلبس لبس، يعني مش هنقول لك لبس لبس عادي، بس ما كنتش بقدر البسه. انا رايح نديني علاج ان انا اخس بيه، وانا بخاف. دخلت عليه العياده وشفته، لقيت نفسيتي استريحت، حتى هو بيعمل لي العمليه لقيت نفسي بركب على الترول واني بخاف اروح مستشفيات. خايف من الخطوه دي، بس انا قلت خلاص هي مفيش غير الطريق ده، يا ربنا يوفقني فيه يا اما خلاص، يبقى انا عملنا اللي علينا وخلاص. كنت بنام وانا قاعده، ما كنتش بنام نوم الطبيعي. بعد الاسبوع الاولاني بقيت امشي على النظام اللي هو بتاع العمليه اللي هو الدكتور الدولي،
ومشيت على الفيتامين ومش عارف ايه. طيب وبقيت تمام الحمد لله. يعني كانوا مخوفين ان العمليه دي ممكن ممكن ما تقومش منها بعد الشر طبعا. يعني يعني زي ما تقول كل واحد بقى بكلمته. بس انا الحمد لله والشكر لله اول حاجه ربنا بعدنا. المختلف انني بقيت واحد تاني، بقيت اتحرك، بقيت امشي. لازم ياخد الخطوه دي عشان نفسه عشان حياته. يعني ازاي حضرتك قدرت انك تعمل ده؟ وبعدين انا جالي شعور ان قبل ما تكون حضرتك جراح في جراحات السمنه انت دكتور نفسي علشان تقدر توصل للدرجه دي. هو الحقيقه لازم الجراح يتعامل مع الناس ويشاركهم احساسهم وحياتهم عشان هم يحسوا ان هم لقوا معاهم حد هيقدر يكمل معاهم المسيره. لان هو الموضوع صحيح السمنه لها تاثير شديد على الصحه، بس التأثير على الجزء النفسي بيبقى أحياناً أكثر تأثير عنيف في الإنسان. ممكن ما يبقاش قلقان من السكر، ممكن ما يبقاش قلقان من المفاصل، بس يبقى حاسس إن هو مش عايش، حاسس إن هو منعزل. زي ما حضرتك قلتي الإنسان بيبتدي يحس بالمشكلة لما يجي شاب زي محمد كان وزنه 200 كيلو وبعدين عايز يتجوز ويفاجئ انه مش عارف. لما يجي واحد زي الحاج محمد اللي راح يحج ولقى نفسه مش قادر وماشي على كرسي ونفسه يمشي على رجليه. اللحظات دي هي اللي بتسيب اثر سيء جدا وتخليه فعلا ياخد الخطوه. لو تاخدي بال حضرتك النماذج اللي حضرتك شفتيها كل واحد حاجه معينه هي اللي جابته، ولو تاخدي بالك كلهم كانوا حاجات نفسيه. بالضبط. الست اللي ما قدرتش تروح لبنتها المدرسه عشان بنتها بتقول لها انا نفسي تجيلي، وهي تقول انا خايفه زمايلها في المدرسه يضحكوا عليا قدامها وهي تتاثر نفسيا. صحيح. يعني كلها التراجيدي دي احنا بنعيشها الحقيقه، فعشان كده احنا لازم بنتاثر. لازم الجراح بيكون انسان قبل ما يتعامل مع الشخص على انه مريض بسمنه ومشاكلها يتعامل معاه على انه هو انسان عنده مأساة بيعيشها. وبالتالي الجزء النفسي ده زي ما حضرتك بتشوفي الناس دي بيبقى خايفين جدا. مهما نطمنهم ونقول لهم ان العمليات تطورت الى حد كبير، التاريخ بتاع جراحات السمنة السابق اللي كان لا قدر الله فيه مضاعفات كثير اصبح يكاد يكون مفيش او حتى نسبه قليله جدا، وبالتالي يمكن معالجتها برضو. لكن دايما الحافز النفسي هو اللي بيخليه ياخد الخطوه دي. يعني في جمله يعني قالها احد الحالات، قالت انا اول ما دخلت على الدكتور ارتحت نفسيا. جمله بسيطه بس اعتقد ان هي معناها وتاثيرها عميق. بالظبط. لان احنا دايما بنقول الجراح الشاطر مش اللي بيجري العمليه كويس. الجراح لازم يبقى له قلب أسد وله عين صقر وله إحساس ويد أنثى. يعني لازم يبقى عنده نوع من التفاعل مع المرضى والمشاركة لإحساسهم عشان خاطر هم بيبقوا جايين عايزين ياخدهم من إيديهم يوصلهم لبر الأمان. لو عندهم حاجة مضايقاهم يعرفوا إن هم هيرجعوا له وهيبقوا في أمان. الخطوة دي مهمة جدا. تمام. التقدير النفسي ممكن يؤثر على تقدير اختيار العملية المناسبة؟ يعني كل شخصيه نفسيه محتاجه عمليه، ولا بس المنظور الاساسي او المحور الاساسي الحاله الصحيه او البدنيه اللي هو اللي هيتحكم اكتر في اختيار العمليه المناسبه؟ عده عوامل، اولها الطبع الغذائي للشخص. لان في عمليات زي التحويل المصغر للمعده بتنفع لكل الناس، وفي عمليات زي التكميم تنفع للناس اللي مش مدمنين على الحلويات. وبالتالي النقطه دي ممكن تبقى فيصل. انا اول سؤال بساله للمريض، هل انت من الناس المدمنين على الحلويات والسكريات والشوكليت والمياه الغازيه؟ لو الكلام ده مكسر منه قوي التكميم ممكن يرجع يتخن منه تاني. يبقى بنختار التحويل المصغر للمعده. احيانا بعض الحاجات الصحيه بتخلينا نختار عمليه ونقول لعمليه لا، زي مثلا ارتجاع المريء لما يكون شديد شويه بنقول للمريض التكميم ما ينفعكش لان التكميم هيزود ارتجاع المريء. صحيح ممكن يكون حل كويس للسمنة لو انت مش مدمن حلويات، بس نرجع لنقطة هيحل لك مشكلة وهيزود لك مشكلة وهي الارتجاع. والارتجاع الحموضة اللي بتيجي للمريض بالليل وهو واكل ودخل ينام يلاقي نفسه مش عارف ينام وحموضة شديدة،
فأكيد مش هنعمل له حاجة تقرخ له حياته، ساعتها هنقول التحويل المصغر. غير كده حضرتك أجريت تعديل على عملية التحويل المصغر. التحويل المصغر الحقيقة الحمد لله احنا عملنا تعديلين فيه وبيتعمل في العالم كله دلوقتي، والتحويل المصغر عكس الناس ما هي متخيلة تحويل يعني مختلف تماما عن تحويل المصاري القديم اللي هو كان بيصيب الإنسان بضعف شديد وهزال. لا، التحويل المصغر للمعدة عملية فيها حجم معدة كويس، فيها أكل المريض بيقدر يأكل كمية كويسة من الأكل، فبالتالي بيشبع رغبته، بيقدر يأكل كل ساعتين ممكن وجبة صغيرة، ممكن يأكل 7-8 مرات في اليوم. العملية قوية جدا، يعني مهما أكل ما بيتخنش، لأن هو 70% من اللي بيأكله ما بيمتصش تاني. عملية بتضيع ارتجاع المريء وبتقابل بالمنظار، بياخد فيتامينات 6 شهور بس. فهي عملية الحقيقة، وبالتعديل اللي عملناه سواء التوصيلة الجانبية اللي بتمنع ارتجاع الارتجاع العصارة المعوية جوه المعدة وتريح المريض خالص، والتعديل الآخر اللي هو ازاي نقدر نحسب طول الأمعاء وحجم المعدة عشان يناسب المريض لوزنه. تحويل المصاري القديم كنا بنعمل العمليه واحنا مش عارفين المريض هيوصل لغايه كام، ما نقدرش نقول له انت هتوصل لغايه كام. التحويل المصغر للمعده احنا بنسال المريض بنقول له انت عايز وزنك يبقى كام. حتى المريض احيانا يستغرب، نقول له هو حضرتك هتعمل حاجه تخليني اوصل للوزن ده وما انزل اكتر ولا ارجع اتخن تاني؟ اقول له هي لها فاشن ولها كرايتيريا. بالخبرة الحالات احنا مين في التحويل اكتر من 7000 حالة وفي التكميم اكتر من 10000 حالة الحمد لله، مع الخبرة والتجربة الكبيرة قدرنا نعرف مواصفات خاصة جوه العملية وتكنيكال مهمة قوي بتفرق معانا في النتائج. طبعا ده نتيجة يعني زيادة عدد الحالات اللي تم اجراء العملية. هو لازم الاثنين، الخبرة بالممارسة والاطلاع العالمي وحضور المؤتمرات العالمية عشان ناخد من خبرات الاخرين. يعني انا بقول لحضرتك انا اشتغلت 7 حالات تحويل، بس انا خدت من خبرات مئات الالاف من الحالات من اطباء اخرين زملاء لينا في العالم كله. وده فايدة المؤتمرات، احنا بنحضر عشان الشخص الفلاني يقول انا عملت النقطة الفلانية في العملية دي وادتني النتائج الفلانية. وحد تاني بيحذرنا يقول لا انا عملت الحاجة ولقيتها ضرتنا في النقطة الفلانية فبلاش. مش لازم انا اخد التجربة تاني، احنا لازم بما ان احنا كلنا في مجتمع علمي بناخد من خبرات الاخرين ونفضل نتجنب مضاعفات ونوصل للفايدة اللي احنا عايزينها للمريض. طالما حضرتك بتتكلم عن المؤتمرات العالمية او المؤتمرات الدولية، حضرتك كان في مؤتمر اخير في رومانيا وكان في نتائج يعني مهمة جدا، ازاي نعالج السكر وبدون التنزيل او التخفيض الزائد في الوزن. حضرتك كانت نتيجة كويسة جدا الحمد لله، ودي الحقيقة يمكن من الحاجات اللي احنا بدأناها من زمان. وكان في الاول كان اول ما بدأنا نقول ان التحويل المصغر للمعدة مش مهواش للسمنة فقط، لا ده هو للسكر للأوزان المتوسطة، كان في ناس بتعترض لأن آخر معلوماتهم إن كان هي العملية لها فاشن واحد، حجم معدة ثابت، توصيل على بعد 2 متر، يبقى لازم المرضى المعامل لكتلة الجسم أكثر من 35. صحيح. لما قدمنا آلاف الحالات واعتمدت في العالم، الناس اللي كانوا فعلا بيقاوموا الفكرة بقوا دلوقتي بيبروموت الفكرة وبيقولوا لا فعلا العملية يمكن إجراءها للأوزان المتوسطة، العملية بتضيع السكر حتى لو هو من غير سمنة زائدة، العملية لها تأثير إيجابي جدا على الضغط، على الكوليسترول، على النقرس، وعلى السمنة وعلى السكر وبكل مشاكلهم اللي بتتفرع منهم، لأن كل مرض من دول مش مرتبط بشخصه بس، كل مرض من الأمراض دي بيطلع منه شجرة أمراض أخرى. صحيح. فإحنا لما بنقضي على جذور هذه الأمراض بتقضي على كل هذه المشاكل، والمريض فعلا بيتخلص من شنطة أدوية بيبقى ماشي بيها فجأة يلاقي نفسه بإذن الله وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى تخلص من كل هذه الأدوية. تمام. العمليات المتعارف عليها في علاج السمنة المفرطة اللي هي تكميم المعدة، تحويل المسار، المسار المصغر، في عمليات جديدة ممكن تكون طلعت في الفترة الأخيرة؟ الحقيقة احنا ليه دايما التركيز بيبقى على التكميم والتحويل رغم ان حضرتك زي ما بتقولي في عمليات جديدة زي السادي زي الساسي زي الباي بارتيشن او اللي هي ثنائي التقسيم. العمليات دي ما هياش جديده، العمليات دي برضو بقالها اكتر من 20 سنه بس ليه ما ظهرتش وانتشرت على المستوى العالمي وتعامل منها عدد حالات؟ لان كل عمليه معموله بمواصفه معينه لعلاج مريض معين. التكميم
له مصدر قوته وهو ان هو في تصغير معده والمعده بتصرف في مكان واحد اللي هو البيلورس او اللي هي فتحه المعده الطبيعيه، وبالتالي معده صغيره ولها فتحه واحده. التحويل ميزته انه برضه معده صغيره وبيصرف على الامعاء بعد طول معين، فبيضيف نقطتين انه حجم المعده صغر وان الامتصاص كمان قل، عشان كده التحويل مناسب اكتر للناس او بالذات للناس اللي هم بيكتروا حلويات وسكريات عن التكميم. لما طلعت عمليه السادس عمليه كويسه، لكن فيها نقطه معقده شويه، وهي ان احنا بنعمل التوصيل مع الاثنى عشر مش مع المعده، وبالتالي فيها خطوه اضافيه بنسلك جزء من الاثنى عشر، الجزء الاول من الاثنى عشر، والجزء ده تسليكه في تكنيكالي صعب شويه. فاصبح ايه اللي يخليني اعمل عمليه فيها خطوه ممكن تاخد وقت اكتر جوه العمليات، ممكن يبقى فيها ريسك اكتر من حدوث نزيف، وبالتالي رغم انها عمليه كويسه لكن ما انتشرتش لانها ما ضافتش جديد، بل ضافت خطوه ممكن يبقى فيها مشكله. دي اسمها السادي اوبريشن. في عمليه اسمها الساسي اوبريشن اللي هي بتجمع بين التكميم والتحويل، اتعمل عليها حاجة اسمها ثنائي التأسيل. الحقيقة العملية ما ضافتش برضو جديد عن التكميم والتحويل كعمليات منفصلة، لأن احنا ضيعنا فايدة التكميم وضيعنا فايدة التحويل. صحيح. لأن التكميم اللي كان بيصرف في فتحة واحدة فالمريض بيأكل قليل وبيشبع، أصبح بيصرف في فتحتين اللي هي فتحة العادية وفتحة اللي احنا وصلناها بالأمعاء اللي هي كأنها تحويل، وبالتالي ضيعنا قوة التكميم. والتحويل اللي كان بيصرف في ناحيه واحده اللي هي الامعاء وبيقلل الامتصاص، دلوقتي بقى عنده السكه العاديه بتاعه فتحه المعده الطبيعيه، وبالتالي الامتصاص بيزيد، يبقى المريض اللي بيكتر حلويات ما استفادش قوي بالعمليه. لكن اصبح العمليات دي لها مواصفات خاصه في عيانين معينين. يعني الساسي او الباي بارتيشن بنعملها في المرضى اللي عملوا تكميم ولم ينجح العملية معاهم، سواء لأنه الامتصاص عالي شوية وهو بيكتر بالحلويات فعايزين نضيف له جزء يمنع عدم الامتصاص، يبقى إضافة على التكميم، يا إما نقلبها تحويل ونريح المريض، يا إما نكمل عليها تحويل على التكميم ونخليها ساسي. يعني في حالات معينة، حالات معينة في ظروف معينة، وبالتالي ما انتشرتش بنفس عدد حالات التكميم ولا التحويل، وبنقول ان هي ما زالت تحت البحث والدراسة، وبالتالي ده برضو بيأخر. يعني تلاقي كل جراح عامل مثلا 1000 حالة تكميم و10 حالات ساسي مثلا او سادي، وهو ده الفرق الكبير. صحيح. عشان كده رغم ان في عمليات كتيرة ظهرت لكنها ما زالت تحت الدراسة، ونتائجها عشان تبقى كويسة بتتعمل في حالات معينة، وبالتالي ما انتشرتش، وما زال التكميم لمرضى معينين والتحويل لمرضى معينين هما العمليات الاختيار الاول في العالم كله. طيب حضرتك قابلت مره ان مريض يكون جاي لحضرتك وهو محدد عايز يعمل عمليه ايه؟ احيانا بيبقى المريض مطلع بيشوف اللي احنا بنقول، بيدخل على سيطات عالميه وبيتاثر ببعض الكلام، واوقات بيبقى اختياره صح وبنشجعه عليه، واوقات بيبقى هو خد معلومات، لان احنا برضو كل الكلام اللي بنقوله كلام ممكن يختلف العملية بقى على دراسه الحاله نفسها. صحيح. هو ممكن يكون بيحكم على الكلام اللي احنا بنقوله فيختار حاجه معينه، ونيجي نقول له لا بس انت عندك النقطه الفلانيه، هو ما يبقاش واخد باله منها، ودي تستلزم ان احنا نعمل حاجه تانية. وفي الاخر الشخص او المريض طالما عنده ثقه في الدكتور اللي هو رايح له، في الجراح اللي بيقول له، هو بيسمع الكلام، ولأنه في الآخر إحنا اللي عارفين كل تبعيات العمليات، وإحنا اللي هنكمل معاه في المتابعة، وإحنا اللي في الآخر هنقول له بإذن الله إحنا قدرنا نساعدك إن نوصلك للنتيجة اللي أنت عايزها. النقطة دي اللي هي تغيير قناعات المريض لعملية تانية، دي أعتقد برضو معتمدة بشكل كبير على الناحية النفسية ما بين الطبيب النفسية وثقة المريض في الله طبعا سبحانه وتعالى، وفي الدكتور اللي هو رايح له إن هو هيعمل له الحاجة الأفضل. ف
فريق العمل، يعني دايما احنا بنتكلم عن العمليات دي، ما بنتكلمش على الجراح فقط اللي بيقوم بالعمليه، بنتكلم على طبيب التخدير، بنتكلم عن المستشفى، بنتكلم عن التمريض، حتى بنتكلم على كل الاطباء المشاركين في هذا الفريق. صحيح يا دكتور احمد؟ احنا دايما بنقول ان جراحات السمنه ده مالتي ديسيبلينري تيم، فريق عمل متكامل. له مايسترو او ليدر هو الجراح، لكن له اعضاء كتير، لكن في الاخر المايسترو هو المسؤول عن كل هذه المنظومه، سواء المستشفى، سواء طبيب التخدير لازم يكون على درايه كامله بجراحات السمنه. واحنا بنتكلم ان طبيب التخدير لازم بيكون متخصص في تخدير جراحات السمنه، مش طبيب تخدير عادي اللي بيخدر كل الحالات، لان التخدير الخاص بجراحات السمنه تخدير متقدم جدا، واصبح فيه حاجات حديثة عالميا يمكن لسه مش موجودة في مصر، واحنا بنصفر دكاترة التخدير بتوعنا بره مخصوص عشان خاطر يدرسوا هذه النقط، وبنشاركهم احيانا ونحضر مؤتمر، وكان في مؤتمر في بلجيكا اللي من ساعتها احنا ماشيين على دواء تخدير الروكرونيوم اللي هو يعتبر افضل تخدير في العالم، ملوش تأثير لا على النفس ولا على القلب، وبالتالي مرضى السمنة والسكر دايما بيبقى عندهم مشاكل صحيه، فيبقى خايف من اجراء العمليه ويقول لك انا خايف من التخدير، انا عارف الجراحه بقت سهله بس انا خايف من التخدير. لا، التخدير بقى سهل ومتقدم اكتر، وزي ما بنهتم بتفاصيل العمليه والادوات ولازم نهتم بالتخدير. نقطه الادوات دي نقطه مهمه جدا، لان احنا الحقيقه في خلال اخر سنتين اصبح في انواع غير جيده من الادوات بتطرح، وبالتالي أصبح نسبة حدوث مضاعفات بدأت تزيد، وبدأنا نشوف نماذج من مشاكل. لكن الالتزام بالأدوات السليمة والاستخدام الواحد للأدوات، لأن الأدوات دي معمولة بحيث أنها تستخدم مرة واحدة وغير قابلة للتعقيم. يعني أنا الحقيقة مش عارف اللي بيعيدوا استخدام الأدوات لتقليل التكلفة بيستخدموها إزاي، ده هي أصلاً مصنوعة نصها من بلاستيك، فيها جزء معدن وفيها جزء بلاستيك، ما ينفعش تعقم بأجهزة أوتوكلاف. إساءة استخدامها ممكن يؤدي إلى مشاكل سواء في نقل عدوى أو في إنها ما تشتغلش كويس وتعمل مشكلة جوه العملية. تمام، دي نقطة مهمة جدا، وأعتقد إن الحديث ما زال مستمرا حول هذا الأمر. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر.